مسلسل جديد اللي عندنا اليوم اللي تفاجأنا به هو أنه المنع ديال الصحفيين والمواطنين مولوج ولاية الدار البيضاء الكبرى على اعتبار أنها مكتب تصويت، في حين أن التصويت هو تصويت علني. الناس الصحفيين خصهم ياخذوا غير صور ديال الولوج ديال المستشارين، وتم منعنا بدعوى أن الولاية كلها مكتب تصويت، وهذا غير قانوني، لأنه نتمنى من السيد الوالي أو أحد المسؤولين القانونيين أنهم يخرج ويشرح، لأنه اللي عنده الحق أنه يعتبر الجلسة سرية هو رئيس مكتب التصويت. شكرا.